نروح مع حضراتكم لفيلم السرب، والحقيقة أنه من بداية ما التيزرز ابتدت تتعرض والناس اتشدد بشكل كبير للفيلم، لأنه الإنتاج لأعمال وطنية ضخمة ده يعني كان بقاله فترة ما بيحصلش، والحقيقة الناس عايزة تشوف ده، ويعني إيرادات الأفلام بتقول كده، يعني شباك التذاكر بيقول كده. ان احنا بنتكلم على 3 ايام تقريبا من عرض السرب، النهارده اليوم الثالث تقريبا، بيقولوا النهارده عدى 4 مليون جنيه. ده كمان مع اقبال العائلات، وده موضوع بقى تاني انه عيله بحالها تروح تشوف الفيلم، واقبال الاجيال الصغيره على النوع ده من الافلام، الافلام الوطنيه، ده شيء مهم جدا انهم يشوفوا اللي كان بيحصل، والتاريخ القديم والتاريخ الجديد، التاريخ المعاصر، لانه لازم يقدم ليهم من عين بتفهم، ويقدم بقى بشكل كبير مليان عناصر إبهار، لأنه الأجيال دي مطلعة على كل السينما العالمية، فمش هينفع تبهرهم عادي كده، لازم تبقى عمل قوي وقوي جدا زي السرب. خلينا نشوف مع حضراتكم ونرجع نكمل كلام. انتوا مين بقى؟ انا الامير ابو اسعد الحمراوي، امير مؤمنين في دارنا وخليفه المسلمين اللي جاي. انا اللي بامر وبنهي. هتفتح على نفسك ابواب جهنم. توكلنا على الله. انا اللي بامر مني احيي واميت. صلي يا فندم. العربيات تبقى خرده بالسلاح اللي عليها. انا جاهز يا فندم. الله 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 على خزنتك. اللي فيكم عايز يسلم نفسه لكلاب النار اللي بره يغور. منين من مصر يا علي؟ انا مش سيد. والله لا شرفت. الشخص هذا نصاب. الله اكبر. انتوا هنا لاسعاد وامتاع الاخوه المجاهدين. لازم العالم كله يعرف ان ال20 مصري اللي ماتوا يوم اهلي مش هشتكي. كل ارهابي على ايده نقطه دم مصري ما يطلعش عليه صبح. تعرف ايه هي عقوبة الخيانة في الإسلام؟ والله عندنا في الإسلام عقوبة الخاين القدس. انتوا عندكم ايه الأخبار؟ زي ما هتروحوا كلكم زي ما إن شاء الله هترجعوا كلكم.